باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح السادس من عدد 47 لعدد 71، وده إنجيل قداس يوم الخميس من الأسبوع السادس بكرة بنعمة المسيح. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية، أنا هو خبز الحياة. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباءكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناحوم. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم، أهذا يعصركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا يفيد شيء. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمهم. فقال، لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثنى عشر، ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس، يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع، أليس إني أنا اخترتكم؟ الإثنى عشر وواحد منكم شيطان، قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مسمعا أن يسلمه، وهو واحد من الإثنى عشر. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. أنا سعيد أن أكون وياكم في اجتماع الأربع من هذه الكنيسة المباركة، كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بالقاهرة. وشكرا لكلمات المحبة اللي قالها أبونا أنجيلوس، وشكرا لكل أباء الكنيسة ومجلس الكنيسة الأحباء، وشكرا لمحبة كل الأباء الحضور ومحبة الأباء الأساقفة الموجودين معنا النهاردة، وكل الشمامسة وكل الشعب. من بداية الصوم بنتكلم عن أناجيل قداسات الأيام، وفي كل سنة
بنختار يوم من أيام الأسبوع ونشوفه في كل الأسابيع. السنة دي مختارين يوم الخميس. والملاحظة الفريدة في هذه الأناجيل اللي مرتبة بعمل الروح عن في أيام الصيام وأحد الصيام وثبوته، إن في كل إنجيل يوجد سؤال، في كل فصل إنجيل يوجد سؤال، والسؤال صيغة كلنا عرفناها من صغرنا. صيغة السؤال تكشف للإنسان كل شيء، تكشف هو عارف ولا مش عارف، هو فاهم ولا مش فاهم، هو بيفكر ولا مش بيفكر. وصيغة السؤال تتحدد قيمته بمن قائله. لما يبقى سؤال من طفل صغير، أو سؤال من شاب بيتعلم، أو سؤال من شخص مسؤول، غير ما يكون سؤال من الله ومن كلمة الله. والحقيقة يبدو أن روح الله اللي جعل الآباء يختاروا هذه المقاطع من فصول الإنجيل المقدس، اختاروها ووضعوها علشان كل واحد فينا ما يتهش. بمعنى ان السؤال بيكشف الانسان، وفتره الصوم هي الفتره المناسبه ان الانسان يكشف ذاته. واحنا بنصلي طول فتره الصوم عباره بنكررها باستمرار، بنقول الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين. والشياطين يعني مش مجرد الكيان، كيان الشيطان يخرج الخطايا والعادات والضعفات ويخرجها الإنسان لكي ما يتوب. في إنجيل النهاردة فصل كبير، هو من الإصحاح السادس، والإصحاح السادس في يوحنا بنقراه دايما، كل الإصحاح تقريبا بنقراه في الشهر السادس من شهور السنة القبطية، شهر أمشير، في أحد الأول والثاني والثالث، وغالباً بيبقى بعد كده بدايات الصوم. الإصحاح ده عنوانه المسيح خبز الحياة. كل ما يدور في هذا الإصحاح معجزة إشباع الجموع، حديث المسيح عن المن من العهد القديم، ثم يتحدث عن سر التناول، وسر التناول من الجسد ومن الدم، ويؤكد عليه من خلال آيات كثيرة. المسيح خبز الحياة. لكن بيجي في نهاية الإصحاح ده وبطرس الرسول يقول، التلاميذ الأول يقولوا الكلام ده صعب قوي علينا، في صعوبة ان احنا نقبله. فالسيد المسيح يقول لهم كده بحرية كاملة، ألعلكم أنتم تريدون أن تمضوا؟ يعني عايزين تسيبوني؟ عايزين تمشوا تبعدوا؟ فبطرس الرسول قدم إجابة في صيغة سؤال هو محور تأملنا النهاردة. قال للمسيح ايه؟ قال له يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياه الابديه عندك. الايه دي ايه رقم 68 في الاصحاح. يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياه الابديه عندك. فيكون سؤال تاملنا في هذا الفصل الانجيلي لكل واحد فينا بقى، السؤال لك
إلى من تذهب؟ وكأن المسيح يسألني ويسألك إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي. يعني عشان أبسط لكم السؤال، إيه مرجعيتك في الحياة دي؟ الحياة اللي احنا عايشينها، اللي بيعيشها الإنسان، إيه المرجعية بتاعتك؟ إلى من تذهب؟ البعض قد تكون مرجعيته شهرة، هي دي اللي شغلة ذهنه، أو المال، هو ده العنصر الرئيسي في حياته، أو الجمال، أو قد يكون المرجعية قوته، قوة الإنسان، قوته اللي بياخدها من علمه، بياخدها من مركزه، بياخدها من منصبه، هي دي المرجعية بتاعته. عارفين لما يحصل كده خلاف مع ناس في الشارع، واحد يقول له انت عارف انت بتكلم مين، العبارة المصرية المشهورة حاجة زي كده. وقد يكون مرجعية الإنسان أيضا في الحاجات دي كلها، حتى الخدمة، الخدمة هي اهتمامه الأول، هو اللي بيروح له، بس مش الخدمة المقصود بها الخدمة الروحية، إداريات الخدمة التي دائما تصيب الإنسان بجفاف. إلى من تذهب؟ بتروح فين؟ ما هي المرجع بتاعك؟ وبرضو في الأمثال المصرية مثل لطيف يقول لك اللي مالوش كبير اشتري له كبير. طب مين الكبير؟ يا بختك لو كان الكبير بتاعك هو كتابك المقدس. وهنا نيجي نقف قدام كلمة الله، زي ما بيقول إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عنك. موقف الإنسان أمام كلمة الله يختلف. في ناس بتعتبر الكتاب المقدس كتاب صعب، صعب ان انا افهم فيه، صعب ان انا ادرس فيه، حتى صعب اقرا فيه. وطبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين، في كلمات مكتوبه حتى بالصياغه اللغويه القديمه، زي مثلا كلمه حياه زي مكتوبه حيوه، او صلاه صلوه، بعض الكلمات. وطبعا في الترجمة انتوا عارفين اللغة فيها كلمات تولد وتروح وتيجي كلمات جديدة توضحها أكتر. فطائفة من الناس تنظر إلى كلمة الله أنها صعبة، ودي بتاعت الآباء والخدام مالناش دعوة بيها. ده نوع من الناس، نوع من الناس، وده نوع يعني أبعد، نوع يهمل كلمة الله، إنجيله ما بيفتحوش، ويعني يمكن يفتحوا في مناسبة ولا حاجة. إهمال كلمة الله. قطاع آخر من الناس يرفض كلمة الله، يرفضها، يقول لك ده المسيح بقى هو اللي قال الكلام ده، دي وصايا المسيح، أنا مش مسيح. ويرفض، يقول لك ده كلام، في هذا الرفض يقول لك ده كلام كان بيخاطب زمنه، احنا في زمن جديد النهاردة، احنا في عصر التواصل وعصر التكنولوجيا وعصر وعصر، الحاجات دي كلها ما كانتش في زمن السيد المسيح او في زمن العهد القديم. نوع يقول كلمة ربنا صعبة، ونوع يقول كلمة ربنا يهملها مهملة، ونوع يقول كلمة ربنا مرفوضة، وفي نوع أصعب من كل دول، إن نوع يمسك بعض آيات الكتاب المقدس ومتأسف التعبير يلوي معانيها أو يغير معانيها، ويستخدمها بقى أي استخدامات أخرى ما هيش في سياقها ولا في موضحها. كلمة الله يعبر عنها الكتاب المقدس في ثلاث مزامير أساسية.
المزمور الأول في ناموسه يلهج نهارا وليلا، وده المزمور اللي بنقوله كل يوم الصبح. وفي مزمور 19 اللي هو أوله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، في مزمور 19 يتكلم عن وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. استقامة الوصية من ساعة ما اتكتبت لغاية النهاردة خط مستقيم، الأزمان تتغير والأجيال تتغير وهي مستقيمة وهدفها أنها تفرح. والمكان الثالث مزمور 119. في مزمور 119 بنسميه المزمور الكبير، والمزمور الكبير مكون من 22 قطعة بحسب الحروف الأبجدية العبرية. الأبجدية العبرية 22 حرف، عشان كده لما تيجوا تشوفوا العهد القديم عند اليهود هتلاقوا 22 صفر. ليه؟ علشان في أصفار مجمعة، فعلى سبيل المثال أصفار القانون، الأصفار لأنبياء الصغار 12 صفر، عند اليهود كتاب واحد. مثلا أصفار أخبار أيام أول وملوك أول وتاني، كل ده متجمع في صفر واحد. فعشان كده العدد اللي موجود ويانا 39، لكن عند اليهود بترتيب 22 صفر. في مزمور 119، المزمور الكبير اللي هو بنصليه في نص الليل، يقول كده: لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي. وهو مكتوب بطريقة فيها ساجع شوي. لو لم تكن شريعتك لذتي فرحتي مهجتي لهلكت حينئذ في مذلتي. والمذلة هنا مذلة الخطية ومذلة الإنسان عايش في الخطية وليس عنده أي تعزية. لما سمعوا في الإنجيل كلمة الجاهل والحكيم، مش المقصود الواحد اللي واخد شهادات ويتعلم في لكن تعليم راقية عالية، لا، هو فرق حاجة واحدة، أن الجاهل هو الذي يجهل كلمة الله، والحكيم هو الذي يمتلئ حكمة من كلمة الله. باختصار شديد كانوا زمان يقولوا الإنسان الحكيم هو لما شعره بيض ويبيخ، ولما يبقى يوصل للشيخوخة اختبر الحياة ومدرسة الحياة، يبقى بالتالي يصير إنسان حكيم. ليس الأمر كذلك. ويقول لنا في سفر الأمثال: المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضيع. المساير الحكماء يصير حكيما، وما أشهى أن يساير الإنسان حكماء الكتاب، شخصيات الكتاب، أصفار الكتاب. تعالى كده ناخد بعض مشاهد من أناس كانوا جهلة وصاروا حكماء. الرسول الأولي كان شخص جاهل، وقال عن نفسه فيما بعد: كنت أضطهد كنيسة الله. كان جاهل ورأى غمائيل وأرقى معلموس في زمن القديس بولس، إلا إن هذا التعليم أصابه بضيق القلب، بقى قلبه ضيق. ولما شاءت نعمة الله ينفتح عليه ويظهر له السيد المسيح في طريق دمشق، تكون نتيجة أنه يبقى في فترة خلوة طويلة في حراء العرب
يتعلم وكيف لوحده ويتعلم وتنفتح بصيرته ونسميه شو بقى الاسم، نسميه رسول الأمم، كل الأمم وكل كنائس العالم، كل كنائس العالم طوائفها تقرأ في خدماتها جزء بولس حكيما. وزي ما حضراتكم متحكين هنا اللي هي فيلسوف، اللي هي الفلسفة ويزدم الحكمة أو فلسوفي حكيم بكلمة الله. فكأن الكلمة المقدسة تجعل الإنسان حكيم. إلى أذهب للكتاب ليه؟ لأن الكتاب حتى في شؤون حياتنا اليومية. ده مثال. مثال آخر، بطرس الرسول صياد طول النهار والليل في المية والشبك والسمك والبحر والسفينة، وما فيش حاجة تانية شغلة، هو ده عالمه، هو ده العالم اللي شغله. وطبعا تعليمه كان تعليم محدود. وبعدين يا بطرس، عندما يكتشف ويذهب للمسيح في معجزة صيد السمك، والمسيح يقترب إليه ويرموا الشباك، وقد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك، كلمتك إلى من تذهب، وكلام الحياة الأبدية عند الله، بتروح فين؟ بتاخد كيانك ومعرفتك منين؟ واحد بياخدها من الصحف، من الجرايد، ومن النت، ومن وسائل التواصل. هو ده عالمه. وعالمك ده يشبعك؟ مش ممكن. عشان كده يقول لك في العالم كله ازدادت نسبة الأتعاب النفسية والأزمات النفسية، وامتلأت عيادات الأطباء النفسانيين. عشان بعد عن المصدر الرئيسي، مصدر الشبع. بطرس الرسول عندما ذهب إليه المسيح وهو ألقى الشباك على كلمة المسيح، اكتشف ضعفه وخطيته، واخرج يا رب من سفينتي لأني خاطئ. ابتدى يكشف نفسه. كلمة الله زي السؤال اللي واقفين عنده النهاردة، هو يكشف للإنسان. أحيانا الإنسان يشوف نفسه زي الفل خالص، تأتي كلمة الله إن قرأها الإنسان أو درسها بعمق تكشف حياته. فبطرس الرسول صار بعد ذلك بطرس الرسول الكارز العظيم، اللي له رسالتين في الكتاب المقدس في العهد الجديد، اللي بشر واللي كرز واللي أنهى حياته شهيدا، واختار أنه يموت على صليب منكس الرأس. تعال ناخد صورة تانية من واحد كان عالمه حاجة تانية خالص، زكى العشار. زكى العشار زي أي واحد فينا، يعني بلغة النهاردة بيشتغل محاسب. زكى، ايه اهتمامك؟ قال هو اهتمام واحد بس وسعادتي فيه. طب كويس يا زكى، وعايش ومبسوط؟ عايش ومبسوط بس عندي شوية قلق أو شوية عدم راحة جوانية، أو يعني أبدو أن أنا مبسوط وسعيد لكن جوايا في فراغ، في فراغ رهيب. والفراغ الإنساني عندما يكون في إنسان يشعر أنه فاضي تماما، ويشعر بأتعاب في حياته لا تنتهي. طيب زكى تعمل، قال إيه؟ قال أنا كل يوم بمارس شغلي وبمارس عملي وبعد فلوسي. طبعا فلوس أيامها كانت كلها معدن،
فقدامه بقى ترابيزة كبيرة، عمال يعد وياخد ويشوف ويحسب ويتكلم ويا الناس. لكن وهو بيعمل الحكاية دي بيسمع كده كلمات عابرة عن واحد اسمه المسيح، والناس اللي فرحانة بيه واللي شبعانة بيه. فلازم أروح للمسيح. السؤال بيقول إيه؟ إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي؟ أنت زكا هتروح لمين؟ أنت في حياتك رايح لمين؟ لفلوسك؟ مش هتشبعك. طب يلا بيك تعالى للمسيح. زكا في رغبته كان يريد أن يرى المسيح مجرد نظرة. النظرة دي هتاخد إيه؟ 3-4 ثواني، دقيقة، أهو شوف المسيح معدي كده وخلاص. ولكن كانت المفاجأة ودعوة المسيح له وباسمه، وينزل زكا واختبائه في الشجرة ينكشف. وما تنساش إن المسيح حب يقابله عند الشجرة، والشجرة يعني عند الصليب. والمسيح على الصليب يقول كده: إلى من تذهب؟ بتروح فين؟ وكلام الحياة الأبدية عندي. مسيحك بيقول لك كده، بيقول لكل واحد فينا الليلاتي. فزكى لما استجاب للصوت وراح، ابتدى يتحرك جواه اتجاه تاني خالص. نصف أموالي المساكين. طب كان فين ده امبارح؟ كانش موجود. وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. إيه يا زكى اللي حصل؟ قال حاجة تانية خالص: صرت حكيما. صرت حكيم. والقصة طبعا عارفينها لنهاية. هكذا المرأة السامرية. المرأة السامرية أيضا تدرجت في معرفتها بشخص المسيح، لغاية ما تغيرت كاملة فكرا ورؤية، وصارت إنسانة حكيمة، وتحولت من الجهل والبعد عن المسيح. وطبعا مقابلتها الأولى مع المسيح، أو بداية المقابلة يعني، كانت جافة شوية، لكن برقة المسيح صارت إنسانة تؤمن بالمسيح، وصارت قديسة، وأيضا صارت مبشرة لأهل مدينتها، وصارت حكيمة. إيه المرجعية بتاعتك؟ ما هي مرجعيتك؟ طبعا أمثلة كتيرة خالص. نسمع مثلا عن موسى النبي أنه كان أمام فرعون كان دايما يرجع لربنا في الضربات، لما نقرأ على الضربات في سفر الخروج. نسمع عن إيليا النبي لما وقف قدام شعبه: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو البعل فاعبدوه، وإن كان الرب هو الله فاعبدوه. وابتدى يحطهم قدام مرجعيتهم، ترجع لمين؟ الخلاصة، في ضرورة لنا كلنا إن احنا يكون كبرنا الكتاب المقدس، كلمة الله. والتقليد يعلمنا أن كلمة الله يجب أن نقرأها زي المزمور الأول: ناموس يلهج ويلهج في ناموسه نهارا وليلا. ولذلك أحد خطايا الإنسان إهمال كلمة الله. هو إيه المطلوب بقى؟ تعال أقول لك. هناك ضرورة للتعامل اليومي مع كلمة ربنا، ويجب ان احنا نعلم ولادنا وبناتنا من صغرهم الحكاية دي، الالتجاء لكلمة الله كل يوم بدون قطاع. وده شيء مهم جدا، وشيء هو يساهم ويساعدك في تربية ولادك وبناتك. بيت بيقرأ الإنجيل، بيت فيه كلمة الله،
ده قراءة الإنجيل تساعد جوه البيت مع الصلاة، تساعد في تنقية جو البيت. خليك كده كأنك تستنشق هواء مقدس. تعال أقول لك على ثلاث علامات مهمة جدا لضرورة كلمة الله إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي. أنا يا رب لازم أروح عندك ولازم أخذ من هذه الكلمة المقدسة. أول ضرورة أن كلمة الله تعطيك استعداد في الحياة. خليك دايما مستعد، دايما واخد بالك، دايما منتبه. زي ما تعرفوا يا أحبائي أن الغفلة أحد مسببات الخطيئة. الغفلة يعني واحد مش واخد باله، واحد كده لا هو نايم ولا هو صاحي، هي كده يعني حل ما بين الاتنين. ولذلك كلمة الله تخلي الإنسان دايما واخد باله، منتبه، الاستعداد في الحياة. يمكن ده يخلينا نفتكر مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، وده مثل بيقول لنا على الخمسة دول والخمسة دول، لكن أهم حاجة تحطها في بالك إن هما كانوا ملتفتين تماما لقيمة الوقت، قيمة الوقت. الحكيمات خدوا بالهم من الوقت كويس، وحضروا الزيت وملأوا المصابيح وسهروا وانتظروا واستعدوا. الجاهلات قالوا يعني ما فيش داعي للعجلة، على ايه؟ لما يبقى يجي نبقى نحط زيت. كلمة ربنا تخليك دايما منتبه، دايما صاحي، ما تجيش كده في غفلة عدو الخير يسرب لك فكرة ولا يسرب لك عادة ولا يسرب لك صداقة مش كويسة ولا علاقة مش كويسة ولا حاجة كده، وتبقى بداية لتعب. استعدادك في الحياة، انتباهك في الحياة. زي فرق الكشافة من أوائل ما يتعلموه، كن مستعد، كن مستعد. كلمة الله تجعل الإنسان مستعدا. دي أول ضرورة. الضرورة الثانية الامتلاء من المعرفة. أحيانا واحد يسألني سؤال، في أسئلة مش واضح الإجابة عليها، أو ما تفتش الشخص بشيء، شكل من أشكال الجدل، الأسئلة الجدلية اللي ما تنتهيش، زي حكاية البيضة والكتكوت ومين الأول ومين الثاني، وحين يسموها الأسئلة الفلسفية. طبعا الفلسفة أي مع الأسئلة أساسا. يعني الامتلاء من المعرفة الحقيقية. ما الواحد ممكن يعرف حاجات بس ملهاش قيمة، ملهاش معنى. ده يمكن الواحد يعرف حاجات تبقى متعبة بالنسبة له. ده انت ممكن تقرأ كتاب ما يخلكش تنام طول الليل. يعني صور واحد كده لو مسك كتاب في السحر وقعد يقراه ما يعرفش ينام. أو كتاب في الجريمة قعد يقراه ما يعرفش ينام. أما الكتاب المقدس، إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي، المسيح بيقول لك كده، لكي ما تمتلئ من المعرفة الحقيقية. تعرف طريقك، تعرف أنت ماشي إزاي، يبقى الاندكس بتاعك، الدليل بتاعك. يقول لنا في سفر هوشع، هلك شعبي من عدم المعرفة. المعرفة الحقيقية، في معرفة مزيفة، في معرفة ما تفتش الإنسان بحاجة خالص، وفي واحد يقرأ أو يعرف شيء مفيد، شيء ينميه. فهنا الامتلاء من المعرفة الحقيقية. بيقول لنا القديس يوحنا ذهبي الفم إن جهلنا للكتاب المقدس هو جهلنا للمسيح.
وبيقولها بصياغة تانية واحد آخر من القديسين، يقول الكتاب المقدس هو فم المسيح. الامتلاء من المعرفة. طب أنا عايزك كده تمسك يوم من أيامك من أوله لآخره، باللي بتشوفه، باللي بتكلمه، باللي بتحدثه، باللي بتكتب له، باللي بتقراه، امسك كده وشوف ايه الحاجات اللي كانت مهمة وحاجات ما كانتش مهمة. هتلاقي حاجات كتيرة ما كان لهاش لازمة، خدت وقتك وخلاص. مش أحيان تتكلم مكالمة تليفون تقول زي قلتها ضيعت وقتي، حتى لو كانت 10 دقايق. طب ما ال10 دقايق دول مهمين. الامتلاء من المعرفة الحقيقية. اوعى تفتكر ان انا اقصد انك تبقى الحياة جادة ما فيهاش اي شكل من اشكال الحاجات الترويحية. لا، ده الكتاب بيقول ان كان وعظ ما للمسيح، ان كانت تسلية ما للمحبة. يعني حتى الوقت الترويحي اعمله بس ده بهدف المحبة، تزداد فيه محبة. إذن ضرورة الامتلاء من المعرفة الحقيقية. طيب الضرورة الثالثة بقى للتدقيق في الوصية. في واحد كده يعني رؤيته للكتاب، يعني زي ما يقول لك ربنا ده رب قلوب، وعلى هذه الفكر يكسر بقى كل الوصايا. ربنا رب قلوب، هو فعلا رب قلوب، لكن كمان رب تدقيق في الوصية. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شرير. تدقيق، الحياة المدققة. في واحد يبلع أي حاجة، وفي واحد يدقق يدقق. هذا يليق، هذا لا يليق، هذا مناسب، هذا غير مناسب، ده ممكن أقدمه، ممكن أعمله، ممكن ما أعمله. مين يساعدك في فهم الوصية؟ مين يساعدك في تدقيق الوصية؟ لا تبقى راجل حرفي وناموسي وشكلي، ولا تكون راجل سايب الدنيا مفتوحة خالص ومنتش عارف حياتك ماشية ازاي. الحياة المدققة. في قصة ربما أكون ذكرتها في بعض الاجتماعات الأخرى، بتقول عن واحد راح يسأل قديس من قديس البرية، بيقول له هو النهين أحسن، الكلام ولا الصمت؟ نتكلم ولا نسكت؟ طبعا بيقولوا إذا كان الكلام من ذهب بيكملوا يقولوا إيه؟ يبقى إيه؟ السكوت. إذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب. فرد عليهم واحد وقال لهم يبقى الخرس واحد أخرس، ده يبقى بقى حاجة أغلى من ذهب، ما هيش مظبوطة الحكاية دي. كويس؟ شوف بقى الرد الحكيم، هونين أحسن أتكلم ولا أسكت؟ فرد عليه رد لطيف قوي، ده كان قديس من قديس الأنبا يوسف، تقروها في كتاب المناظرات بتاع جون كاسيان. يقول كده إذا كان الكلام من أجل الله فهو جيد، وإذا كان الصمت من أجل الله فهو جيد. يعني المهم الهدف بتاع الكلام، مش المهم ميكانيكية الكلام نفسه، مش الحكاية اتكلم ولا اسكت. لا، الحكاية ان انت هدفك ايه من الكلام، بتتكلم ومدقق في كلامك، وكلامك بحساب ومن اجل الله، كلام يبني، كلام يشجع، كلام يرشد، كلام ينصح. اوكي، كويس خالص، من أجل الله. أما إذا كان كلامك، إذا كان صمتك
من أجل الله فهو جاي. أنت بتعمل إيه؟ إذن ضرورة من ضرورات الكتاب المقدس وجوده وكلام الحياة الأبدية للتدقيق في الوصية، بتدقق فيه الوصية اللي أنت بتستخدمها واللي بتطبقها وبتفهمها. ما في واحد مش بيفهم الوصية كويس، مش بيفهم الوصية بمنظورها الروحي. حتى المسيح قال لليهود كده: ما جئت لأنقض بل لأكمل. أكمل إيه؟ أكمل الفهم. مش معناها أن العهد القديم ناقص، لا، معناها أن العهد القديم مش مفهوم بأسلوب العهد الجديد، برؤية العهد الجديد. وده الشيء المهم. الخلاصة، المسيح يسألك: إلى من تذهب؟ وكلام الحياة الأبدية عندي. هتروح فين؟ هتشبع من مين؟ هترتاح عند مين؟ مفيش غير واحد. إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي. أنا عايز أختم بنفس العبارة اللي قالها في نفس الإصحاح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. كلمة ربنا أو كلام الحياة الأبدية اللي هو الإنجيل كله، الإنجيل كله اسمه كلام الحياة الأبدية. كلمة الله بتؤدي قدامنا أكثر من معنى. أول معنى أو اللي ممكن تعمله أنت: كن صديقا لكتابك المقدس. كن صديق كل يوم، لأن كلنا أصحاب وكلنا بنتكلم مع أصحابنا. وأحيانا الواحد يبقى مبسوط لما صاحبه يكلمه وممكن يطول في المكالمة. فاجعل من حياتك، من بيتك، من مفردات كل يوم صداقتك للكتاب المقدس. أعرف كده أن صداقة الكتاب المقدس هي صداقة فرح. واحد هيفرحك باستمرار في كل يوم. باستمرار صداقة الكتاب المقدس صداقة فرح. وصداقة الفرح ده هي بالتأكيد كلمة الله هي التي تلذذ نفسك. طبعا كلنا بنقرأ كل يوم حاجات كتيرة، جرايد ومجلات، وبنقعد على النت نشوف، ورسائل ومواقع وأخبار وتحقيقات وبرامج التوك شو والناس اللي بتقعد تتكلم. كل ده لا يشبع الإنسان إنجيلك. فاجعل كن صديقا لكتابك، وهذه الصداقة تؤول إلى فرح في حياتك. دي نقطة. النقطة الثانية: إن ما تنساش إن كتابك المقدس هو واسطة روحية، واسطة نعمة. يعني في كل مرة بتفتح الإنجيل أنت تستدعي النعمة، بنسميها الوسائط الروحية أو مصادر النعمة أو ينابيع النعمة. وده اللي خلى الكنيسة، في كل كنيسة من طقسها أن يكون فيها المنجلية. المنجلية، كلمة منجلية يعني محل الإنجيل أو موضع الإنجيل. فعلشان كل مرة بتخش كنيستك بتبص على المنجلية وتفتكر باستمرار انك تنال نعمة من الكلمة المقدسة، تاخد نعمة. بس النعمة دي عايزة منك نظام، مش عايزة بفتح الانجيل بأي طريقة. لا، واحد بيرتبط بكلمة الله بانتظام وبالنظام وايضا بالتزام يومي. فالكتاب المقدس هو وسط نعمة يملأك بالنعمة، بالتعزية. والفكرة ده هي فكرة رئيسية بتخليها عندك باستمرار، علشان وانت بتتعامل ويا إنجيلك وبتحفظ
تحفظ منه وتعمل زي وصية المزمور الأول، يلهج ليلا ونهارا بيتذكر باستمرار هذه الكلمة المقدسة. الأمر الثالث والأخير أن صداقة الكتاب المقدس هي المرشد الحقيقي في حياتك، مرشد كل يوم، مرشد في التربية، مرشد في الخدمة، مرشد في العمل، مرشد في العلاقات الإنسانية، مرشد في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك الأسرية. كلمة الله لما يستخدمها الإنسان في لسانه باستمرار هي نوع من الإرشاد. عشان كده من الأمور الجيدة إن احنا نربي ولادنا بالنعمة. في واحد بيربي ابنه بالأوامر، وفي واحد بيربي ابنه بدلع، وأنواع التربية كتيرة. لكن في واحد أب وأم بيربوا ابنهم وبنتهم بالنعمة، أحد وسائل النعمة التي تعينك في تربية الأسرة كلها هي الكتاب المقدس. اجعله هو دايما المرشد. يا سلام وانت بتقرأ الإنجيل هتلاقي منه إجابات على أسئلة عندك بتستخدمها لما بتدخل في حوار بينك وبين الأسرة، بينك وبين أولادك وبناتك. وبركة كبيرة جدا أن يكون إرشادك لابنك في التربية بآيات من الإنجيل، وهيبقى رائع للغاية لما تقول له تعال نشوف كده الإنجيل بيقول إيه، تعال نفتح الإنجيل سوا، ولما يقول لنا في الآية المشهورة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. اجعل أنت وبيتك أسرتك حياتك في كل المجالات تحيا بكلمة الله، واسمع السؤال ده هو وفكر فيه، إلى من تذهب؟ سؤال من المسيح لك النهاردة، إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي؟ حط قدامك باستمرار إن كل يوم فيه طعام للجسد، لكن أيضا الطعام الروحي من إنجيلك كل يوم بتاخد منه لفائدتك الشخصية وأيضا للبيت وللأسرة كلها. يعطينا مسيحنا أحبائي أن يكون الكتاب المقدس دائما كلام الحياة الأبدية حاضرا أمامنا في حياتنا، يملأ بيوتنا ويملأ كنائسنا ويملأ قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. مرة أخرى باسمكم جميعا بنشكر سيدنا على محبته الكبيرة وتشريفه لنا في هذا المساء. ربنا عوضه خير في ملكوت السماوات. في هدية بسيطة بنقدمها لسيدنا، أيقونة رمزية بنقدمها لسيدنا. الله علينا
علينا وباركنا وازهر وجع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ارفعهم بإشارة صليب المسيح بالصفات والطلبات التي ترفعها عنا في كل ولايات الله قدسة الطاهرة مريم أربعة منيرين ريال ورفض سوريا وعشرين قسيسة أربعة عينات متجسدين والشاروا بيم والصرافين كل الطغمات السماوية والزين الأرض ورب عملهم صالح قدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم قوتهم تكون معك معنا أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تجربة لكن أجينا من خير المسيح يسوع ربنا لأن لنا الملك ونعم الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.